نحتاج لحبتين من البطاطا، من الكوسة، من الجزر، من البصل، من البندورة. وبرضو رح نحتاج لكوبين حمص، كوبين بندورة مهروسة، ربع كوب صلصة البندورة عفوا، 4 مكعبات مرق خضار، 2 معلقة صغيرة قرفة، و3 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة، و3 ملاعق صغار كمون مطحون، وبرضو 3 ملاعق صغار هيل، ومعلقتين صغار زنجبيل، وكوب كزبرة طازجة، وربع كوب زيت زيتون، كوب نعنع، و10 أسنان ثوم. يا حبيبي من الكمية اللي عملتها. اوكي، بما انه عم نقول طاجن مغربي وحيكون يعني لمة عيلة، بالاخص ما فيه دجاج، فحنحتاج كمية خضرة يعني محرزة. اوكي، وزي ما احنا شايفين، زي ما حكيت، بما انه عم نحكي عن الاكل المغربي، فبنحتاج لكيلو كسكسي مفلفل. اكيد، بس بدي احكي شغله مايس، انه في تزيين. استني احد في تزيين زبيب زينب، زبيب ولوز، و2 معالق كبار حبيت المختصر هذا زيت زيتون، وبصل مقطع على شرائح، ورشه قرفة. طبعا هاي كمان اختياريه، بس بالمغرب كثير بيعملوها، اسمها الطفايه. بيحطوها دائما على وجه الكسكسي، رح يعني اللي بده يعملها اللي بده ما بيعملها، بامكانه بس يحط الحمص، لا كل شيء لحال. طبعا انا بس بدي احكي شغله مايس على السريع، انه هلا هم عاده بالطاجن بيحطوا الخضار وهي يعني مش مقطعه ورو، يعني نية. بقلبوها وهي نية. فانا شو عملت، انا دائما بحب اشوي الاشي قبل ما احطه، يعني كثير بعطي طعم ازكى واغنى، وبتضل الحبه بتقرش مش هيك بتهر بالطبخ. فانا شو عامله، انا هون حاطه مقطعه الخضار كلها، البصل، الجزر، البطاطا، الكوسه، واي نوع خضار انتم بتحبوه، باذنجان، بندوره، اي شيء متوافر. وزهره، بقول رامي زهره بس ممكن الزهره، بس ما بستعملوه بالمغرب. ما بستعملوه بالمغرب يا رامي. بالضبط، ونحط عليهم زيت زيتون وملح، ونشويهم بالفرن يعني حوالي 25 دقيقه ليصيروا عندنا بهذا الشكل. وهلا تابعوني كيف رح نعمل الصلصه. يلا ماشي. طيب يلا حنبلش. اول شيء بزيت الزيتون حطيته بالطنجره، وحنحط عليه الثوم. اوكي، هلا لا شو هلا نزلت صورتنا على الفيسبوك، صفحة دنيا يا دنيا، بتقدروا تتواصلوا معنا، تسألوا الشيف روان أي سؤال حابين تستفسروا عنه، سواء عن الطبخة أو عن أي طبخات ثانية. أكيد. هلا ميس، إحنا عم نقلب الثوم دغري، رح نبلش نضيف البهارات. ليه بحب أضيف البهارات على وهي بالذات، لأنها بتنعنش أكثر، يعني طعمها ببين أكثر بالطبخة. مش أنا يعني، هاي معلومة أنا تعلمتها وكتير بحبها، إنه بدك البهارات طعمها يكون مبين، دغري حطيها على الزيت أو حمصيها على مقلى على جنب. أوكي. يعني بضلوا طعمها منعنش، كل الزيوت اللي فيها بتظهر. ماشي. فهلأ حنبلش بالبهارات. حنبلش بالكزبرة. طيب أنا بدي أصبح على أروى القبيلات من ألمانيا. صباح الخير وأحلى صباح لأحلى رؤية وأحلى أردن. شكرا لك يا أروى، وأهلا وسهلا فيكي. عنا سيدرا عبدين بتصبح عليك، روان بتصبح علي، صبح عليهم الخير. كلهم ربع عنانزة بتقولنا بحبكم كثير، شكرا لك، وإحنا كمان بنحبك. يوسف المحتسب، لينا أحمد من الأردن، أحمد سرحان من الأردن، حابب يصبح على زوجته، وإحنا كمان بنصبح عليها. أكيد زوجته بتحضرنا، عشان هيك حابة يصبح عليها من هون. أكيد. يلا إيش أنا عم بحط كل البهارات الموجودة، اللي هم الهيل، الكراوية، القرفة. شو قوية البهارات. بس حلوة الريحة. بدي أعطر صحة البهارات. صحة. هلأ حنقلبهم مع التومة، التوم بهذا الشكل. حتعطسي، ما تقربي اذا بدك. دغري حنحط عليهم البندوره المهروسه، وانا خلطت البندوره مع رب البندوره، صلصه البندوره. احمد جمال، صباح الخير. رؤيا عثمان، افنان تامر، صباح الخير، بتقولنا انتم دائما انيقين وبتحبنا كثير، شكرا لك. الله يسعدها يا رب. عماد محارب، احلى صباح. محمد علاونة، صباح الخير. إيمان كرك، أهلا وسهلا. روان الجنيدي، رودينا ثابت، سوسن السيد، سوسن صباح الخير يا سوسن.
سوسن هالة الدرباشي. شكرا لك يا هالة وبتسلم عليك كثير روان. الله يسلمها يا رب. هلا عم نقلب البندورة مع ما بتمرق اشي على حدا. ملح وفلفل اكيد ملح وفلفل لاي طبخه ميس يعني لابد منه بس أكيد. يعني بتعرفي يس. هذا دليل على المتابعه صح. الحثيثه الدائمه. وعندنا البندوره عم تتقلب. انا رح اقلب الحمص مع الزبيب وشويه زيت زيتون. مش معقول انا الرز مع الزبيب بتحبيه؟ هلا لك خليت لك على جنب كسكسي عشان اذوقك الاكله لحال. انا بحب انت على فكره مميزه انك دائما تحطي اشياء على جنب، ما بتخليني اضل جوعانه لاخر الحلقه. لا لا هلا ولا يهمك. مع احترامي يعني لديما ولغاده وللكل. هلا حطينا زيت ورح نحط الزبيب، حنخليه يتقلب شوي مع الزيت. ميس حموري شكرا لك يا ميس، كلك ذوق. مصطفى الجعبري احلى تحيه للشيف روان ولميس. شكرا. الله يسعدهم يا رب. ميس هلا انا هاي طريقه التزيين اللي حطيتها، عاده بقلب بصله مع البصله على جنب، بحط فوقها الزبيب، بحط فوقها الحمص، بس انا اليوم مو حتى بصل لانه في كثير بصل بالخضار، فيعني الشغله شغله ذوق. اللي بحب بصل يحطه كمان هون بالطفايه. هلا عم نقلب الزبيب شوي عشان نحط عليه الحمص، هي عملية تسخين مش أكتر، بس هيك شوي يدبل. أيوة. لأنه كتير بصغر كتير الزبيب. صح أنا خبرة بالزبيب لأني بحبه مع الرز. أنا كتير بحبه مع الرز. مارينا ميرزا من الرياض، صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. رحاب يوسف برضه بنصبح عليكي. عندنا سناء البرغوثي، روان المبدعة نفس الأكلة عملتها بالفخار وطلعت بتشهي. بالضبط، هلا احنا بإمكاننا نحطها بالفخار ونحطها بالفرن. اللي ما عنده فرن بإمكان سوري ما عنده فخار بإمكانه يحطه بصينية. هلا عندنا البندورة تقلبت مزبوط، أنا رح أبلش أحط عندنا الخضار. دنيا الوقفي حبيبتي دنيا عن جد كثير مزوقة دائما، كلامك كثير حلو، شكرا كثير لك. سوزان الزيود بتحب تصبح علينا. أم سارة تلفح بتقول عن جد أحلى شيف بشوفها في حياتي. الله يسعدهم بوجودهم من ذوقهم. طب أنت شو قررتي؟ حأسألك بالفاصل. أوكي عرفت السؤال. عشان أحكي ولا ما أحكي؟ مرام الحياري طبعا ريماس السعودي بتقول بقدر أضيف بقدونس. هلا انا الكزبره اختياري، بامكانهم يحطوا، هم بحطوا كزبره وبقدونس. كمان اختياري، خفت انه هون الكل ما حدا يحب الكزبره، حطيتها ناشفه. وفي شيء ثاني انا هلا هذه لمسه مني اللي هي النعنع، بعمل زي بقطع نعنع كثير منيح وبخلطه مع زيت الزيتون وبطفيه بالعوج الخضره. أوكي. كثير كمان طيب. طبعا اكيد ما بزبط ريحان لانه طعم بديهي يعني، اكيد ما بزبط ريحان. مين بيقول هي ميس شغلة يعني تجانس نكهات يعني واحد بصير يتخيل يعني طبيعة ما بزبط ريحان بالضبط. شايفة عندنا ميس هلا عم نقلب الخضرة، هون ملاحظة انه الخضار ما دابت، مش زي لما تحطيها يعني مش مستوية تدبل، بتضلها نفس شكلها. وهون ما بتحتاجي اصلا تحطيها بالفرن، يعني بس تعملي هاي العملية خلص. بس انا يعني عاده الناس بيحطوها بالفرن طبعا اكيد لانه الطاجن المغربي معروف انه بنحط بالفرن، بس هاي العمليه بتخليكي لا ما في داعي لانه الخضره اوريدي مستويه. انا متحمسه ادوقك ميس. وانا متحمسه لاني انا بحب الخضره والاشياء المفيده. رح احط الحمص بسرعه. عبد الفتاح ابو عريشه يعني روان كل مره عم ببعث لك صوره احلى من الثانيه. الله يسعده يا رب. رزان مروان اهلا وسهلا فيكي. في عنا رانيا طه، روان بتجنني يعطيك العافيه. الله يسعدهم يا رب. فرح سبيتان صباح الخير يا فرح، هينا قرينا تعليقك اكيد مش مقصود، دائما هيك بنقول.
ديانا أبو دية، صباح الخير ديانا. رغدة البسومي شكرا. إسراء قصراوي، ألاء ديابات صباح الخير، بتحب تصبح على أهلها بالإمارات، إحنا كمان بنصبح على أهلك، بنوجه لهم تحية. أنا هلأ عم بحط القرفة وكمون ورش رشة ملح. هنقلب انتي امبارح كنت زعلانة اشي؟ انا؟ لا كان زعل؟ لا ما كنت زعلانة. ليه؟ مش عارفة، في حدا بيقول لي امبارح روان كانت زعلانة. لا مين بده يقول لك؟ مين بيعرف؟ انا حتى لما ازعل ما حد بيعرف اني زعلانة. كيف يعني شو بتعملي؟ يعني خلص خبي؟ انه ما بحب انقل طاقتي لحي حدا يعني. اسكاكي خلص فيكي الخير والله. يعني من انا وصغيرة لما ازعل خلص بروح بنام احسن. بريح الكل يعني. تمام. عندنا هيك الطاجن، بس ضل اقطع النعنع واحطه على الوجه. رح اوطي تحت الحمص والزبيب، خليهم على نار هاديه.